يقرع فريد بروفي على طبلة في الحلبة المضاءة فيخيم الصمت على الحضور الآتي لمشاهدة مباريات ملاكمة تنظمها فرقة ملاكمين جوالة هي الأخيرة في أستراليا التي تجوب المناطق النائية. في الثلاثينيات والخمسينيات كانت خيم الملاكمة تنتشر في المهرجانات الشعبية والمعارض الزراعية في المدن الرئيسية، وشكلت هذه الفرق منبتا لأبطال من السكان الأصليين حققوا شهرة كبيرة. لكن منذ تلك الفترة هجر الجمهور هذه المناسبات وراحت سبل ترفيه أخرى تستقطب المتفرجين. وبروفي سعيد جدا بتجسيده على طريقته الخاصة كروكودايل داندي المغامر الأسترالي الشهير في السينما، فهو يقول إنه تعرض للإصابة في إطلاق نار وقد قطعت بعض أصابع يديه وفقد أسنانا بسبب اللكمات، إلا أنه مستمر.